مرة أخرى من أمام البيت الأبيض وسط الجاليات المصرية التي جاءت إلى هنا في هذا المكان للتعبير عن حبها لهذا الوطن، والجميع بيجمع على كلمة واحدة: تحيا مصر. والجميع بيجمع على كلمة واحدة أن مصر نحن في حاجة إليها وليست هي في حاجة إلينا. أترككم الآن مع حوار أجريته خلال الساعات القليلة الماضية، حوار مع اثنين من المختصين في الشؤون الأمريكية وعلاقتها بالشرق الأوسط، سيد كينيس كاتزمان وسيد جورجيو كافيرو. أترككم مع هذا الحوار ثم أعود إليكم مرة أخرى من جديد لهذه التغطيات المتتالية للجالية المصرية أو الجاليات المصرية التي جاءت من كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول في صوت واحد: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.